ولمزيد من التفاصيل حول جولة رئيس مجلس الوزراء ينضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، بعد التحية أطلعينا على المزيد عن هذه الجولة لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. نعم، بعد التحية نتابع معكم تفاصيل الجولة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لتفقد عدد من المصانع والمشروعات التنموية خاصة في قطاع الصناعة، خاصة يعني مع ما يحظى به هذا القطاع الحيوي من اهتمام رئاسي عن طريق تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهذا القطاع الحيوي، وأيضا توفير أحدث التكنولوجيات المتوفرة في هذا القطاع. كانت بداية هذه الجولة مع زيارة عدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان، فكانت البداية مع مصنع خاص بتصنيع الأجهزة الإلكترونية، وهو واحد من أكبر المصانع في المنطقة في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية بحجم استثمارات يتجاوز 300 مليار دولار، وأيضا يقوم بتصدير أكثر من 50% من منتجاته إلى الخارج. أيضا بعد ذلك جاءت زيارة أخرى لأحد المصانع الخاصة بشركة يابانية متخصصة في صناعة الضفائر الكهربائية، والتي أعلنت من خلال هذه الزيارة أنها ستقوم بافتتاح أكبر مصنع لها في العالم على أرض مدينة العاشر من رمضان في العام المقبل، وذلك بحجم استثمارات تتجاوز المليار يورو سنويا، وأيضا عن طريق أو ستقوم عن طريق هذا المصنع بتوفير 10,000 فرصة عمل من خلال افتتاحات وتوسعات لمشروعاتها على الأراضي المصرية، وبالتحديد المصنع الذي سيكون الأكبر في العالم لهذه الشركة اليابانية. يعني خلال هذه الزيارات في الجزء الأول من الجولة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء، أكد على اهتمام الدولة المصرية بدعم القطاع الخاص وأيضا تشجيع الاستثمارات على الأراضي المصرية عن طريق توفير كل سبل الدعم الممكنة، وأيضا تقديم الحوافز والتشجيعات للمستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وفرص التشغيل وأيضا حجم الصادرات، وهو ما تستهدفه الدولة المصرية كما أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. فإن الدولة المصرية أيضا تقوم بتقديم وتوفير برنامج لدعم الصادرات بقيمة تتجاوز 30 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة ب8 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي. أيضا أكد رئيس مجلس الوزراء من خلال الزيارة والمؤتمر الصحفي الذي عقدوا في نهاية هذه الجولة التفقدية على أن الدولة بتقوم بدعم مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري، فإلى جانب قطاع الصناعة هناك أيضا دعم بيتم لقطاع الزراعة عن طريق تشجيع المزارعين لزراعة المحصولات المحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال منظومة الزراعة التعاقدية. أيضا أكد رئيس مجلس الوزراء أنه مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي، أكد على أن الدولة المصرية لم ولن تتأخر في تقديم أي التزامات مالية دولية. في نهاية الجولة التفقدية زار رئيس مجلس الوزراء مدينة العبور الجديدة، هذه المدينة التي تم إنشاؤها كمجتمع عمراني بأعلى الخدمات التي تقدم والتي يتم توفيرها في هذه المدينة الجديدة، والتي تم إقامتها على مساحة تتجاوز 58,000 فدان، وهي تقع في منطقة استراتيجية، وتم ربطها بعدد من الطرق الرئيسية كالطريق الدائري الإقليمي والطريق الدائري الأوسطي، وأيضا بيتم تقسيمها لمناطق سكنية ومناطق خدمية ومناطق ترفيهية وأيضا مناطق زراعية، وتم إنشاء فيها عدد كبير من المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي والمتميز وفوق المتوسط، وإسكان يناسب كل الشرائح والطبقات، وهناك أيضا عدد من الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها كبديل للعشوائيات، وأيضا وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن
لكل المصريين. كانت هذه تفاصيل الجولة التفقدية لرئيس مجلس الوزراء لعدد من المصانع والمشروعات التنموية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.